ويوم الدخل بعد البلد ولو كيت فات لا ممكن نكون متاكد ديالك خلاص جاي لعندي قلت لك ما باقيش جاي لعندي تسنى غير تسنى تسنى عرفتي شنو انا غير ما كنطال طقسي انا دابا غتمشي كيف هاك شوف دابا هي خليني نشوف واش غيدير معاه مسخه ولا البيضه ليك هاك وهذا ديسير من عندي وغير ما سيش المدشي في بلاصه خوفت وزيدا بالهروب تيري نحدك كيصحاب ليا واش البوليس معايا انا قول لي شنو قال لك هاد القران ديال راسك وحق الله العظيم الا كيصحاب ليا واش البوليس وزيدا بالحلوه ما حشمتيش واش عرفتي راسك معامل هذا راه الروخو سامح ليا سامح ليا هاد المره صافي انت اللي قلتي لي ندو نعطيهم فابور تيتبلاو وديك الساعه نخدموا على خاطرنا وتبليتي انت وليتي كتبع وكدير الفلوس في جيبك بقيت هاد فابور مسلكك والله المعلم ما كاين لا فابور لا والو اقول يطلقني نجبد لك حصيصه هي كلشي عندي هنا اقول لها يطلقني طلع وطلق من انت انا المعلم حتى انا غندوقك بشي حاجه غادي تعجبك لا المعلم لا لا المعلم لا لا طلق مني طلق مني طلق مني لا نهار كبير هذا شكرا عمر تعطل وعيقتي ما تزيدش فيه عمرك كتعرف ما عمرو تيجي في الوقت لا 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 ماشي عدو المهم شباك ماشي في الكوميساريه سي كمان مرحبا خويا مرحبا بارك الله فيك مرحبا حجه
مبارك مسعيد. اتصلتي بخوك؟ اتصلت بيه ولكن ما كيجاوبش. شوف شوف عاود اتصل بيه الله يرضى عليك. صافي صافي يسمعنا حتى هو. السلام عليكم. ماما فين خويا؟ فين عروسه؟ سيدنا مرحبا. مبارك سعود. لاله منال الله يجعل كل شيء مبارك سعود. ودابا عاد كي جيتك؟ جيتيني معطلة صاحبي ياك. قلتي معني ما نساش. ميرسي. مبارك سعود الله يحفظك. عقبه ما نكون معاك ان شاء الله. لا لا خويا دخلتي للحبس انا ما فيا ما ندخل شي حبس. لا وا وليدي حتى انت باغي نفرح بك ان شاء الله. ياك صرنا عمر بنات هاد النهار غات ماشي مزوج. صح. لا انا ما نتزوج تنفرح بخويا الصغير نبيل. الفن ديال العائله. يا راه الدراري برا. مرمية وها هو الصياد اللي خبرنا بغيت تجيبوا لي تقرير الطبيب الشرعي وكذلك جميع المعلومات على الضحية في أقرب وقت وحتى الشاهد يدوز للكوميسارية باش نحققوا معه. يلا في أقرب وقت. نبي عارف انك انت وخطيبتك باغين تفرغوا باش توجدوا داركم لكن الوقت ما كيرحمش. معليش حتى العمل مهم. انا تنتيق فيك وتنتيق في الكفاءات ديالك لهذا غنكلفك بهذا الملف. هذه القضيه شطناني بزاف وعندي اليقين التام انك غادي تحرك قسم مكافحة المخدرات. مكافحة المخدرات؟ دخل. ما نحتاجش نقدمكم لبعضياتكم. أحلام سعيد السي نبيل. السي نبيل مبروك مدتي. الله يبارك فيك. السي سعيد راني كلفت السي نبيل بالملف اللي عندك بغيك تعاون معاه وحتى هذوك الملفات القدام بغيك تعطيهم له باش يدرسهم. حاضر نعم ستي.
الو حنان. نعم السي عمر. حنان الله يخليك تصوبي لورد ميسيون عيطي لي عليه. شكون؟ ميلود هو هنايا. عيطي له ميلود. نعم السي عمر. زيد. شوف با ميلود الله يخليك حنان نعطيك الوريقات ونبغي نصلها توصل للمولاه في الوقت كيف العاده ومن بعد سير عند وليداتك. وراك عارفني السي عمر دقه دقه. عارف اللي كاين. لا واه سي عمر لا واه كتحشمني ديما دير سي عمر. واش دير هادو في جيبك وعندك تنسى من توصل تصل بحنان. الله يخلي لك الحاجه. امين. الله يرحم الوالدين. الله يعطيك الرزق الله يعطيك التيسير. الو حنان الله يخليك شي كاس القهوه. ميرسي. عويشه مازال هنا كنصوب القهوه لسي نبيل. عاوتاني بغى قهوه قلت له نصوب لك حتى وما بغاش. صافي بنتي سيري هذا وقتك انا غنتكلف به. واخ. سلام. سلام. خويا نبي الله يعاونك. الله يحفظك. شتك نقلتي الكوميساريان؟ دير شت الملفات هادو. هادو العصابات ديال الحشيش عاود داروا خبله في البلاد. الحشيش؟ كيفاش داك الشيء حشيش؟ ايوا خوك قول له في لابريكاد دي ستوب قدا على عفريت هي تهلا فيك النسيب. الحاجه ولدك راه دبر عليه الكوميسار. هسي شوف انا ما كيدبر عليه حتى شي واحد شفتها بدراعي. اه عارف عارف ليك حتى انا ولدي ما غيمشي حتى يولي كوميسار ان شاء الله. السلامة ودي الله يرضى عليك. وفي القهوه ديالي ما كاينش قهوه من الصباح وانت قهوه كارو قهوه كارو شرب اعطينا القهوه. والو عيشه عيشه مشات شرب عسل شرب الليمون احسن لك. خذ ها هو دير فيها مشروب. اه قول لي جبتي التصاور ديال الخطبه خوك. والله ما ساليت نمشي نجيبهم بالله غدا ان شاء الله يكون عندك في الصباح. ايوا الحاجه زبيده كتهترف في الخطبه خوك. قلت لها بسم الله الرحمن الرحيم كي شفتيهم كيف تخليهم؟ قلت لها في وجهها. ويلي لا قلتها في خاطري. قول لي انت ما بغيتيش تشوف شي بنت الناس؟ اي والله يسهل دعي معنا الوالده. يا ربي تسهل عليك. الله يحفظك يا ربي امين. انا بغيت شي وحده بحال منال ماشي نقول لها زينه ولكن كاينه منال وحده كاينه في الدنيا يعني كاينه غير منال وحده العفريته. لا نوض والله حتى تنوض بحدايا نوض بحدايا ماما قول لي نوض بحدايا. صافي خلي خوك يخدم. وهادي سونغي ديال انت الوي يلا هاك شرب عسل. ماما الله يحفظك. هاكولي ساعه اي شويه اي شويه. كيفاش انا جاي ما تعشاش معنا؟ لا نتعشى معاكم. Merci, merci beaucoup. Je vous laisse avec une belle musique, DJ. تبارك الله عليك. نعم بالله عادي من حشو مالك. تعطلتي بزاف لك أصحاب اللي ما غاديش نهائيا. واش أنا نقدر ندوز ليلة بلا ما نشوفك؟ أنت متاع في الصوت ديالك. دابا الصوت ديالي دابا هو اللي جايبك ياك. شمع ريجينا لا نغني لك فيه. شنو غنغني لك؟ غنغني لك داكشي اللي ما قديتش نقوله. الله يجاني نتيق والله العظيم ما بقيتش كنتيقك ما كنتيقكش نهائيا وحتى الحساب تلفي معك والله. ولا تلف لك الحساب عاوديه من الاول. ما كرهتش. عرفتي عمر ما كرهتش نعاود معك حياتي كلها من الاول حتى الاخر. بصح
حولي علينا غير وحده وحده. ما انت سيدي روحي حده حولها راسك بشويه باسكو لا سواري توجور لونغ. المهم دابا ما غاتلاش معايا للدار؟ ما كرهتش غدا عندي الخدمه بزاف وخصني فيها بكري. بصباي غا دايما كديرها ليا ولكن على خاطرك. لا بخوشي ان شاء الله. رجعنا الملف ديال المخدرات كاملين وصلنا للمعطيات مهمه وكتلخص بجوج ديال النقاط. النقطه الاولى هي ان الضحايا كتربطهم حاجه واحده تعطي ديالهم المخدرات وهذا الشيء واضح في التقرير ديال الطب الشرعي. ثانيا الضحايا العمر ديالهم كيتراوح ما بين 18 و 24 سنه وما في اغلبيتهم تلاميذ ولا طلبه ديال المدارس. كاين اللي باقي كيقرا ومالوغوزمون الاغلبيه خرجوا من قرايتهم. الخلاصة وهي أن العصابة حاولوا يخلقوا سوق وفعلا توفقوا أنهم يخلقوا المستهدف كان هو الشباب ديال البلاد والبداية كانت بالتلاميذ والطلبة. من هنا خصنا نبدأ بالتحقيق ديالنا وما نحتاجش نأكد لكم أولادنا كنضيعوا فيهم هباء. كل نهار كنلقاو جثة مرمية وهذا الشيء راه بزاف وما نخبيش عليكم المسؤولين ما مرتاحينش والرأي العام ما تيرحمش. خصنا نواجهوا هاد المجرمين باش ما كان ونوقفوا النزيف. شوفوا شغلكم. مرسي. نبيل إلا احتاجتني أنا موجود في أي وقت. ماين حميده لالا؟ هي يا اختي رحمه شوفي شي ناس بغاو. السلام عليكم. وعليكم السلام. البركه في راسك. ما مشى معك باسل. البركه في راسك لالا. مشى معك باسل. قولي يا شريفه ولدك شكون كيدير؟ كيفاش اش كان تيدير؟ زعما بغى يقول لك واش كان كيقرا. وراه سيدي سولوني ديك النهار وقلت لهم راه كيقرا. ايه هادشي كتقولوه نتوما ولكن الحقيقه راه ماشي هي هادي. وحسب المعلومات اللي عندنا ولدك ما كانش كيمشي يقرا. وانا لالا راه كان تيقول لي راه كيمشي يقرا. واخا كانوا كيجيو عنده الدراري صحابو للدار. يا سيدي كانت الدار ما كتهداش من الدقه. وعلاش؟ حيت مسكين وليدي الله يرحمه كان عزيز على الكبير وعلى الصغير. وفي خبرك هذاك الشيء باش مات؟ حرام ابنيتي حرام. عمر وليدي مسكين ما دار شي حاجه في فمه وسولوا باه هو كاع واش يكذبوا على بنادم حتى في قبره. صافي راه حرام هادشي. سمحي لنا لالا والبركه فراسك. حرام والله ما ينادى منكر عباد الله. واش الدري مشى لقبرو باقي متابعينو؟ والله العظيم الا حرام. هادشي كيبان لي غير تضيع الوقت. واش تضيع الوقت؟ وشنو غادي نعاودو لهم كيط من الاول؟ واش فعلا عاودناه من الاول؟ ولا عندك شي مانع؟ عندي حتى مانع. نبيل ما تخافش عندي السميات ديال صحاب هادو.
شوف مع دوك غير شويه ها بلا السلام عليكم. وعليكم السلام. جوج درهم كوكو؟ نعمست. جوج درهم كوكو. واخا نعمست. نعم. حنا واعيين بهذا الخطر. ونهار على نهار كنلاحظوا بان التلاميذ ديالنا كيتخلفوا على الدروس ديالهم وقرايتهم. الوالدين كيتشكاو. وحنا ما يمكن لينا شيء نراقبوا التلاميذ داخل المؤسسة وخارج المؤسسة. ولكن حنا محتاجين التعاون ديالكم السيد المدير. ايوا هذاك الشيء اللي كنقيلوا نعملوا. انا شخصيا ما يمكن لي شيء نقبل يوقع لي شي حاجه في هذه المؤسسه ديالي لانه ما يمكنش هذا. واحد المره تفضل جبت معايا التلاميذ اللي طلبتوا تشوفوا مساله المدير. واش شفتوا المصير ديال اللي ما كيبغيش يتبع الطريق المستقيم؟ شحال مرة نبهناكم، شحال مرة نقريناكم وليناكم وقلنا لكم أشياء، ولكن أنتم كتسحب لكم بالله. حنا كنبغيو نحدوا من الحرية ديالكم. إلا سمحتي يا سيد المدير، حسب المعلومات اللي توصلنا لها أنتم صحاب حميد. إيه كان كيقرا معنا ولكن ما كانش صاحبنا. وزيدونا أستاذ راكي عارفة الليسي عامر بالتلاميذ. أنا ما كنسولش على التلاميذ اللي في الليسي، السؤال ديالي محدد، واش نتوما صحاب حميد سالك او لا؟ قولوا اللي عندكم ما تخافوش. واخا شكون فيكم اللي كان كيمشي معاه للدار؟ شكون اللي كيخرج معاه في الزنقه؟ شكون اللي كيحفظ معاه؟ شكون اللي كيمشي معاه للقهوه؟ شكون اللي كيلعب معاه البيار؟ تكلموا ما بقاو ساكتين. كاين لا بيير لا والو، راه حدنا حد الليسي. سير حنا في التيرمينال، مزايرين في قرايتنا. لا، هذه حالتي اللي كيقرا. معليش، خليهم يمشيو يكملوا قرايتهم. تفضلوا، يلا سيروا الأقسام ديالكم. يلا، زيدوا. سيدي شكرا، سمح لنا على هذا. شكرا أنتم وحنا في الخدمة. شكرا. لا لا قول لي هاد البراكه هادي فوق شويه هنا من 68. 68؟ من 68 حنا كناكلو في طرف ديال الخبز. انا تبارك الله شحال عمرك؟ لا بغيت نقول لعم سيدي باللي الوالد الله يرحمه ويوسع عليه هو اللي كان فيها قبل مني، وراك عارف الظروف والمعيشه غاليه. انا مست دابا هاد البراك ولاو كيتوارثوا؟ لا غير كنا كلو من الطرف ديال الخبز. هذا داك الكوكو واخا نعمس. درهم جوج. الله يخلف نعمست، الله يقول خير. هاد الليسي كيفكرني في ايامات القرايه. قالوا لي كديري الشعر شويه. كيفاش عرفتيها؟ زعما اون في ايكيب، المفروض نكون كنعرف الناس اللي خدامين معايا. ولكن حاجه ما فهمتهاش من الشعر البوليس، كي درتي لها؟ هذه قصه اخرى. الوالد ديالي كان عسكري، كانت كتعجبني فيه بزاف واحد الحاجه، لا سونسيبيليتي. يفوزي لا غير لي بلوري فاسيلمون. باقي عايش؟ الله يشافيه. هم دارت تجي عجا؟ كل شي ساكت. انت؟ كل شي سبق الميم. واخ ما بغاوش يهضروا بخاطرهم، غيهضروا بالقانون. واسمي والعون هاك 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 العوني اطلع. نعم جبد الرخصه ديالك. الشريف انا راه ما كنبيع لا زريعه لا وما انا استاذ هنا
ها واش حتى العساس هنا؟ اه انا اللي كنحب واش بغيت نرفض ديال العساس؟ لا صافي مرحبا الوالدي انا مروق على الوالي الله يرحم الوالدي شاف حق انا الكوميساريه حق انا الكوميساريه الله يرحم الله بعدا مدوخني كيفاش عندك الكروسه ديال الحلوه والزريعه وقادر تعيش جوج عيالات خديجه الاولى ما ولداتش وخديت السعديه والسعديه ولدات السعديه ولدات وحتى خديجه ايوا ما غاديش تقول لي بلي الكروسه ديال الزريعه والحلوه قدرتي تعيش خديجه السعديه وعرمه ديال الدراري غادي تخرج من رونتك إلا بغيتي تبقى بهذيك الكروسة بلاصتك وإلا راه ما غترجع لا لخديجة ولا للسعدية شنو قلتي؟ ما عندميت ما يقول قدام غسالو بيكالات والماطر حاضيهم هما اليوم ما حاضيهمش والله العظيم الشريف لحال ديال البيكالات والماطر شريف شفتي عليا قبه سمعني مزيان هادوك البيكالات والماطر شكون اللي كيجيبهم جنون لا جنون ما شفتهمش كضحك معايا واش كضحك معايا سمعني مزيان وشوف هنا هتصور هذا كتعرف مو اليوم كيفاش انا كتعرف مو اليوم شوف هذا شوف هنا هذا هذا انت واحد ما كتعرفو انا كنهضر معاك وانت كتشوف هنا شوف هنا عينيك هنا يلا طلق راسك هذا هذا شوف كتعرفهم قولي انت واش عندك شي رخصه ولا غير كتجي وتحط سيني يا سيدي وانا كنحط كروستي قدام المدرسه ما عمر شي واحد قال لي خصك رخصه وانا اليوم كنسولك على الرخصه عندك ما عنديش يا سيدي كتعرف هذا ايه كياخذ عندي الديطا سميتو ما عرفتش كيعيطوا له ما كنعرف واخ هذا كتعرفو السوابق ياك خنزة كتقول عفى الله عما سلف والله العظيم شوية الله يلعف علي الله بالله ودابا خدام على الوالدين الوالدة عيانة والوالد راكد عليه نصو داكشي علاش خارج كنضرب في السروية مسكين بقيتي فيا واخا واش كتبيع للدراري في ليزي؟ كنبيع لهم الشاف المسكة والفانيد والزريعة والمناضة صافي صافي مناضة الروج اسمع بيني وبينك ما سمعنا حد شحال كتبيع لهم الكاس واش غادي نقول لك الشاف جوج دراهم الكاس جوج دراهم الفناكة سوا شوف هنا
مزيان اللي تبعنا لابيس ديال التلاميذ. اه نبغي كل نهار يكون عندي تقرير احلام هاد التلاميذ فين كيمشيو مع المعاشرين فين كيعيشوا. اوكي انت سعيد نسقهم 24/24 ها ولكن ما تدخلوش حتى تعلموا. صباح اش هادشي؟ سين البنت سين البنت اصاحبي سين البنت زيد تاكل سعيد بخير نبيل خويا. ها شوف الحاجة قالت لي والو وليدي نبيل خصو اليوم الجمعة ياكل كسكسو زيد تاكل زيد هات هالبن 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 سير سير خل خل بسم الله. خطة تغيرت البوليس حالين عينيهم على المدارس وطلقين الشمشامة ديالهم في كل بلاصة قولوا زعوا السلعة كيف القاعدة ولكن ماشي كيف القاعدة هات لي فراس الجمل فراس الجمال فهمتوا؟ الله يعاونكم. عمر شتك ما معيش اليوم؟ كيفاش ما معكش؟ هاد اليوم ما فكرك في والو زعما نسيت وما الا نسيت. انا عارفه بلي ما عندكش في البال بارك على خدمتك وعائلتك فهمتي ماشي مشكل. انا لا كنت في لا معاك ما نسيت والو. عقلتي نهار الاول تلاقينا انا يا عمر انت شمال من الاحسن تبعدي ولكن المشكله هو القلب ما كيشاورش. يلا لالا بهاد المناسبه فين بغيتي نمشي نحتفل معاك؟ فين ما بغيتي انا المهم عندي سيدي هو نكون معاك. Thank you.
كتجيب هادشي؟ هضر شوف فيا مين كتجيب هادشي. اسمع عندك جوج حاجات باغي تبات هنا كنهضر معاك باغي تبات هنا ها هضر الا قريتي غادي تمشي لداركم تبات في داركم كنهضر معاك ما كتسمعش كتجيبو مين كتجيبو راس قاصح ياك راس قاصح هضر مين كيجي هاد الشيء بغيت تجاوبي شوفي الا ما غاديش تجاوبي غير غتقلي على راسك كتعرفي بلي اللي كيستعمل هادشي كيعاقبو القانون ويلا عاوتينا غتخفي العقوبة على راسك واخا ما باقيش غنعاود جيسبيغ شوفي هادو دي فوتو كتعرفي شي واحد فيهم كيبيع لكم هذا كتعرفو هز عينيك واش كتعرف هذا سي عبد الصمد تلميذ كوال ولسان تيه ارتاح تيه بلاتي يا شاب بلاتي كنعرفو هو اللي كيبيع لينا شنو هو؟ هو اللي كيبيع لينا حميد كيبيع لكم؟ اش هذا؟ هذا كش تهدر له المحضر تيه إذن حميد اللي كان كيبيع لهم وي شي اللي اعترفوا به التلاميذ راني خبرت وكيل الدولة باش نقوموا بالتفتيش ديال البيت ديال الوالدين ديال حميد واخا نعم اش كتسنى شغلكم مازال معاهم في التحقيق يكون اخر اصبروا شويه Thank you.
بوليس هلا لا بوليس بوليس عندنا امر بالتفتيش فين بيت ولدك يس ها هو سيدي سلام كل واحد داخل انتو شطبوا لي الدار اجي معايا لالا بيت قلبوه مزيان يلا صاحبنا فنان شو اجندة عامله بالرسومات سعيد اجمع لي هذاك الشيء ما عرفتش انا واش هادشي بنين ولا انا اللي كنموت بالجوع لا وسلام اسمحي لي ديما كنخليك تسني حتى كيجيك الجوع بغيتك تشوفني قبيله جالسه مقابله التليفون امتى غادي يسرسر وعلاش جابي الله غادي تعيط باش تعتذر ديزولي والله ما كنديرها بلا هاني هاد الخدمه ديالنا راه كتخلينا نشوفوا العجب تصوري واش ملي كيشوف الانسان دراري باقين غير فراخ وهما كيبيعوا في الحشيش والقرقوبي اش بقى الانسان ما يدير ايوا والديهم كيسحبهم باللي عطاوهم شويه ديال الفلوس ولا خلصوا عليهم شي مدرسه مزيانه ولا شراو لهم حوايج صافي راه المسؤوليه ديالهم سالات نبيل نبيل شي هاد المرافعات انا كنقيل وسطهم وحتى انايا كنحل مشاكل لعباد الله غير وكان كنقد نفرق ما بين حياتي الشخصيه والخدمه كسولي وما خاش نهضر يلا ما نعاودش نجي شي حاجه الخدمه بصحه اجي قريتي هذاك الشيء اللي كتبوا في الجرائد هاد اليامات شتي انت نشريك انايا انت شريك انا نشريك انا حيت غير فلوس الطاكسي
اعطيه شي بيرة صافي كسبه وخسرت. تطلق مني تطلق مني تعرفني انا طلع على ظهري يا نير. صافي تطلق مني راوك لي وين ورا انا بارك هو اللي ما عتبالو ما ينير بارد عليك لما خرج هاد الزبله هذه عليا خرجوا تما البار ديال فوق وخرجوا كيفاش كيسحب ليا كتغير عليا بحال هكا كضحك يا راشقه يا اش شيل I love you. هلا هذا مجيا مجيا اخرى كيخصنا نعرفوا هذا الكارني وهاد الرسومات اللي خلى حميد شنو المعنى ديالهم؟ كاينين بزاف ديال لي زينيسيال خاصنا نعرفو ماليهم وكلمة الركوع علاش كتعاود بزاف؟ بلاتي بلاتي الله يرحم الوالدين سمعوني مزيان هاد القضية ديال لي زينيسيال ما دخليش راسي السيد كيتقلق كيتحشش كيقبل الكارنيه تبدا يخرمس فيه كيعصم ليا القلودة عباد الله راسهم بطة راسهم شنو راسهم بردودة شنو هادشي هذا؟ لي زينيسيال ما كاينينش اسمعلك أحلام الله يخليك غتمشي للترمينال وغتحاولي تعرفي هاد الروكو شنو يمكن لها تعطينا مين جات واش كاين شي واحد سميتو هكا فهمتي صافي اوكي 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 مال هذا نساها عاوتاني نساها عاوتاني نساها اسمحي شنو هذي نسيت؟ كامي عرفتي هاد الرسومات فكرني فاش كنت في الوقت ديال لافاك كنت تنسهب لا قياس دائما كنت تتلقى رسومات بحال هكا عندي في الجناب ديال الكتب لا انا كيعجبني حاجه اخرى يعني طلع طلع هاي زيد السلام عليكم وعليكم السلام شحال اللي ما شفتكم مجموعين والله الا كتفرحوا كتبانوا نور على نور باش عرفتينا هنايا البوليس سمحوا لي بس بعدا راه عيان ديرونجتكم شي بحال هي اخويا لا 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 تي نو ديرونج با جابك الله باش نشكي لك خوك كيخليني نبقى نتسنى من تنجلس هضرتو في عاي الخدمه يا ويلي واش يبينو بك عاود تشكي لي عمر بلاتي جاوبني اش بان لك في هادشي نبيل انا عاده تيبان لي كارني عادي بحال اي اجندا لا 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 ما يمكنليش يكون عادي مين عادي على انت ملي كنت كترسمي كل ساعه كتسيني ها انت كيرسم حيد خويا راسك كيرسم وفي الاخر روك روك ها روك شوف عندك الحق غادي نتصل لك بالطبيب النفساني اللي كنتعاملوا معاه هو اللي غادي يفسر لك هذا الشيء مزيان شوف اخوان الله يحفظكم خلينا مع هذا الروك وهذا الروك ديالكم يلاه اللي بغى يمشي ياكل معايا شويه نور لا غير سير اخويا صح مشيت تاكل شويه الله معايا الله ما كرهناش بالحق ندزو ناخذ الحاجه عافاك وهي اللي ما تعاودش يلا شحال شحال هادشي شحال شحال شي سير يلا صاحبي تاكل خلص على راسي قال لك يلا تاكل الحفته مع راسك ايوه يلا اجيب الفروض الفروض ها زوين هادي شحال غادي يلا دير شكرا اخويا هادشي لمن بزاف بزاف انت شربتي تسكت هادشي راه لاله منال الوليده خويا انا الله يخلف كليت وشبعت ماما الحاجه دير لي انت عافاك الله يجعل البركه انا بلي ما كليتي والو لا والله لا فوق بخير الحمد لله ماشي اللي عندك الصغار كيهرج الحضر علاش انا اللي ما عنديش اللي يقول لي كول 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 شوف ديري معايا زون راه هو غادي يمشي بحال شنو دارو انا لا نبقى معاك ويلي ما ناويش زعما تزوج انت ها ما ناويش تزوج واش الزوج كنا يخلي ايوا ودي انا باغاك تزوج ويلي كيو كلاش الزيتون الله يستر انت خص واحد بحال اللي براك تبعي لا ياكل زيت انت تمي زرزر ولا باش نزوج بخيره لا ماشي بخيره نورو نتزوج ها نتزوج
كان قال الحب ديال الزيتون. دابا عمر بصراحه ما عندكش شي وحده زعما مخبيه علينا. ناري ما كيبغيش يهضر لي في الموضوع. انا غنفاجئك وماشي دابا ان شاء الله. كنقولوا للنشاج كل واحد اش كيغني هو ملي كتوصل النوبه ديالهم كيبقى يقول لهم فينا حماس قولوا في دوار كولي قولي بهذا الشيء غادي يسحق لها الطعارس هذا شويه تبارك الله عافاك والله مرتك هذيك فينا حوما سكنا حلوما صفينا شنا بدا تيفرعنا المعلم وخفنا يحرقنا ما عندكش بلاش تخاف راك عارفني انا المعلم ما غاديش ندير شي حاجه اللي تضرك هاد الرسومات كلها عندها دلالات ومعنى وكتطابق مع نفس الذكاء اللي عند الضحيه ناخذ مثلا هذا الرسم الاول عندنا قرد كبير وقرد صغير هنا الضحيه كتبغي تقول بانها كتعيش وضعيه ضعيفه بالنسبه للقرد الكبير اللي هو كيسميه روكو وهذا الرسم دكتور بالنسبه لهذا الرسم كتلاحظوا هنا كاين القرد الصغير اللي كيقدم الحلوى والبنان للمخلوقات عندها يدين ورجلين وراس هنا الضحيه كتبغي تقول بانها هي اللي كتطعم مجموعه ديال المخلوقات اللي ضعف منها بالنسبه لروكو في الفلوس روكو في الفلوس يعني ان روكو يساوي المال روكو يساوي لارجون واخا وهاد الرسومات الاخرى شنو المعنى ديالها هاد الرسومات هي عباره عن صراعات داخليه نفسيه اللي بطبيعه الحال كتعيشها الضحيه داكشي اللي كنت نقول لكم السيد راك مقلقب سعيد واخا لاحظنا انه فيما كيرسم كيخلي هاد كيكتب هاد روكو شنو المعنى ديالها جو بونس اما لقب اما اسم بوتيتر انه مود باس بالنسبه لافراد العصابه وليني يا دكتور وانا في دي ريغيرش ما توصلنا حتى لشي حاجه واخا سيدي بارك الله فيك يا دكتور العفو سيدي حنا الاشاره وين وصلتوا حنا خدامين خبر تسرب بالصحافه وهاد المساله راه ماشي في صالحنا من اليوم نبغيكم تعطيوني نتائج ملموسه نتائج للراي العام ولكن راه حنا كنديروا اكثر من جهدنا نعم سيدي الناس ما كتعرفش هذا الشيء ماشي شغلهم الناس خصهم للمجرمين نقبطوا عليهم والبلاد تهنا منهم واخا داكوغ شنو غادي هلا الله الو الو وي فين فين قلتي صافي عرفتها واخا حنا جايين حنا جايين دابا حيدوا لي المجرم زي كل ماشي على خاطر مغص منا بالليلة بوكو دكو ما عرفتش شو ولدي فين كتجيب هاد الهضرة سوبر مارشي غادي تسرق لك شنو هاد الأسئلة هو جا أمس الخير على السلامة ولدي جا وليدي جيت في وجاج سكت سمع له طير له مالو منال يخدم الخدمه هو هكا داير واش فراسك قال لك امك هاد عما كاين لا فرنسا لا والو حتى تكون انت ايوا علاش فيها بقيت متبع هاد الولد عندك هذا اللي بقينا متبعين والله الا مشيت لبني من الليل ندير غير في هاد الخدمه هادي اجي بداش درت مع داك الروخ
تصوري امي شنو شفت اليوم؟ واحد الولد ضرب موموس. يعود بالله من الشطارة جيم. وعلاش؟ علاش؟ شوف انت مقطوع قرقب شام. انت ماك مقلقاتش اخي امي فين كنشوفوه؟ ما عرفتش كي غنحيدو حنا من هاد المصيبة هادي. كيما مشيت نجيبو قاك بعدا اشرب هاد الكويسات. لا بصح كيلي ما خسبنا بلي هاد الولد عندك ماشي ديال الصفرا. هو قلب لنا دراما. شاب تحت نوبة حاجة إلى المخدرات ألقى القوبي يقتل أمه بطعنة سكين. شفتي أش كتبت الصحافة الصباح؟ أمات الصحافة كدير خدمتها. أقرأ قرأ. ألو ألو ألو. صباح الخير. صباح الخير. كاين شي جديد؟ غير انا سينيالي. قريتي هادشي؟ هاد الصباح. بون شنو غنديرو دابا؟ الو شكون روحو؟ اها شكون معايا؟ الو الو قول لي هاد المكالمه اللي دابا جاتني ما تافيشاتش عندك النمره ديالها؟ صاف صاف ميرسي. العنوان تعرف ليا شكون مولاه التليفون ديالو اي حاجه جيبها لي. يلا نبيل. نبيل شو وقع؟ الروخو. روخو اجي معايا ونفهمك. يلا معنا في الاستماع نخبركم التحقوا بنا. الو وي احلام. اها شنو اسمو؟ الحمداو الحمداني بو جمعه روخو. والعنوان ديالو هو هذاك. اجي واش عنده سوابق؟ مزيان ميرسي احلام الله يعاونك. روخو هي روخو كي قلنا. سير نجدة 15 نجدة 15 كون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخويا هاد الطوموبيل اللي هنايا مضروبة ديالكم؟ بوليس. حمداني بوجماعة هنا؟ لا
عندنا امر بالتفتيش. بوليس كل واحد دير خمسه. لا حنا مقدرين الصدمه ديالك وهاد السكت ديالك ما غاديش ينفعك، يا يعني اما غادي تعاوني معنا يا يعني اما غادي نعتبروك شريكه معاه. شريكه معاه؟ انا ما عمرني كنت كنعرف راجلي باللي كيتاجر في المخدرات. شحال ما جاش لدارو؟ 4 ايام. أمال فين كيعيب بحال هكدا يومين ثلاث ايام ربع ايام ما يعيطلكش؟ لا كيتصل بالحق. هاد المره تشوشت عليه وعيطت ليه التليفون ديالو ما تيردش. ومنعتو كيغيب عليك هاد المده كلها؟ كتعرفي رجال الاعمال ما عندهم وقت. وي كوميسار أندرا، لقيتو؟ لا ما لقينا والو. نبغي الفيلا تبقى تحت الحراسة 24 ساعة على 24 ساعة، وحتى مراتو ما تخليهاش بوحديها، يمكن تتصل بيه وتعلمو. كون عاني ساعة العميد. لا لا رحنا ردي البال. مع السلامة ساعة العميد. واخا لالا شحال هادي باش متزوجين؟ النجدات يلتحقوا بالمركز، كنطلب تغيير السياره، حنا غنبقاو في مهمه. وخدو غادي ندينا باش نشوفو. الو وي عمر اف انت لاباس؟ ياك اتفقنا اليوم نتعشاو ونقصرو جميع. ولا اسمح لي اسمح لي اخويا والله الا نسيت والله الا مشات من بالي. ناري 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 صافي صافي قطع خلينا نعيد الملال. انت هضر اخويا هذا سطاك صح. الو الو نبيل حمق هذا اش نقولها؟ والو قطعته. لا لا ما خدمش. شوفوا احلام. وي وي احلام الدنيا هانيه؟ الدنيا هانيه. لا تهنا الدنيا هانيه. يلا الله يعاونك. شنو؟ عندكم شي برد تما؟ وي سلام. درني وانا شاكي لهج البلد مولاي وفرج عليا بيضاني. انا شاكي لهج البلد بيضاني وانا شاكي لهج. عيط لي في هاد النمرة. قلتها لك.
عندك لاباس؟ لا والو، كاين حتى شي حاجه. تبغي تنحيد عليا هاد البلا بحالي؟ ولكن انت كنشوف عندك الكارو، عمرك شفتي شعر؟ سمعي غادي بحالي كل كوكو. نبيل وي كوميسير، التحقوا بنا، لقينا صاحبنا. نعم فين؟ واخا اعطيني العنوان. صافي صافي عرفتها. قاعة المواصلات سيرتنا بسيارة نقل الأموات تدير جبتة تشريع. كي جاتكم هذه المفاجأة؟ مشنوق شان قرصو. وباش عرفتي هو اللي شنق راسو؟ سي كليغ حس بينا قربنا ليه. هذا كلام سابق الأوانو، ديروا شغلكم وخليو تشريع يدير شغله، ديك الساعة غادي نعرفوا اللي وقع. أستاذة منال أهلا. أهلا بخير؟ بخير. هذا الملف شاطني، شاب بحال هذا ما عنده الصوابق وارتكب جريمة بحال هذه. وهو الشيء يقول في هذه المسألة؟ هو اعترف بالمنسوب ليه، ولكن أنا حاولت في المرافعة ديالي نوضح لكم الظروف اللي خلات المتهم يعترف بذنب يقدر يكون هو ما ارتكبوش. هذه المرافعة يمكن تخفف من هذه العقوبة، خاصة إلا اقتنعت بها المحكمة كيمكن لها تخلي هذه العقوبة اللي هي ضرورية موقوفة التنفيذ. نشوفك من بعد ونفسر لك هذا الشيء إن شاء الله. مع السلامة. ماشي بزاف صافا؟ الحمد لله. وانتي؟ صافا الله يسلمك. اش اخبار خالتي عمر؟ الحمد لله صافا. نبيل كيس كليا الروح لقيناها مشنوق. القديم واش تصرت ليا ما فهمتش كيفاش واحد بحال روخو يشنق راسو بهاد السرعه هادي. ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ حس بكم قربتوا ليه خاف. عرفتي الخوف شنو ممكن يدير في الانسان؟ خصك تشوف هنا في المحاكم عندنا شحال ديال القضايا ممكن منال منال
اسمعيني، الرخو ماشي من هذا النوع ديال هاد الناس. وشنو زعما؟ شي حد هو اللي قتلو؟ هادشي اللي كيبان ليا. والسبب؟ انا ما نقولك شنو هو السبب، نقول شنو هو الهدف. ألوغ شنو هو الهدف؟ الهدف ديالهم هو يبينو لنا بلي هو راس العين باش نوقفو التحقيق. نبيل. ها؟ وأنا؟ ماذا أنتي؟ أنا فين من هادشي كله؟ كاس الدولار وقريت حروفه في جميع الصور، تمنيت نشوفه في كاس الدولار وبغيت نشوفه في جميع الصور. غنيت وشكيت، غنيت وشكيت، انا غنيت وشكيت، غنيت وشكيت. شكرا شكرا. ها كي جيت؟ انا غنيت لك كيف قلت لك. ها شهمة، غدا غادي نقدمك للحاج أمي وخويا نبيل، ومن هاد الساعة هادي اعصبي راسك مرتي. كنا نسمات كنا معانا دمرا نجمات أنا وياك، واليوم سولت عليك العود سولت عليك الناي. فين يشوفوا كيشدوا ثلاثه السوايع وسقطوا فيها الدراهم حتى ولا كيوقفها في راس الدرب. كنت خايف هي كان كوميسير. يلاه الله نشوف لي دابا. احلى يلا ميرسي ميرسي ريبوز توا بيان. يلا تشاو. ايكوت نوبلي با الموبل باش نشوفو انصامبل. واخ يلا شوف شوف هاد اللعبة شوف. اخويا في غلط هذا، شوف هاد اللعبه ما كيدير والو. لا بس انا لا شفتي داك الطاح ديال ديك الخطره عاقل علي غير هذا. ربي يهديك الله انا غادي نوري لك انت غتشوف. نبيل يا نسوان يا بحال ديما شكون؟ كنت تاكل كوكو؟ نعم كنت كتبع النصائح حالة ديما عودتي هنا السنين مع الخدمه بزاف وايلي خدام غير بوحدك. اسمعني بلا ما تسد راسك شي داك خينا حس براسو غادي يتشد واش نقراسو شرب شي حاجه غير بوحدو. لا 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 اسمع اسمع الدراري اجاو لي ناجي كلكم هاد النهار معروضين عندي اللي بغى يشرب شي حاجه غير يدوموندي. يلا يلا طلقوا راسكم بيز ايش هاد اخويا الكرابل انا ما فخباركمش اليوم جا واحد الرابيل مقرمن مزيان وراح ليها راش قالي وعلاش ما تلصق ليا جا ضحكوا مع راسكم. اسمع شوف اخويا الكريديت اللي كانوا عندي ما بقاوش
الشيكات اللي كانوا كيتساوني دفعتهم. واحد المطارقه كانت تضربني في راسي تهنيت منها. دابا كاتاي قهوه عصير اللي بغيتو يلا غير طلبوا. يا اليوم شي عشيوه على حسابي. الله الله يلا عطيني الكلاس تسير شرب قهوه مع راسك. برافو على نبيل برافو. عمر نوض بلاصتك. يلا نوض خلينا نخلي الناس نوض يلا صافي بلاد نوض ديني الناس ديني الناس. هو هذاك الشيء زين فاسك خطبت بصح حيت والله خطبت غنيت مزيان غنيت في الخطوبة ديالي. تسولت عليك العدو تسولت عيوب صافي سكت ولكن ما غوتنا ما والو صافي شكرا صافي سير بحال لا لا غير سيدي اسير انا صابر شكي مع نبيل هذا هاك يلا بسلام صباح الخير واكل ونحيد الصباح صاحبي شحال لصقع خمد خمد ما تغنيش الله يحفظك تفيق الوالد صافي غني غير في خاطرك كفر معاك الدق تصبح على خير تفاد الدوس من صباح على خير
انسك يا حلوما. يا لا 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 نبيل في كنتي من جن هذا الخير اللي احنا عايشين فيه هذا الخير ديال باك الله يرحمه الخير ديال با تفلع عليا نبيل واش راسي الفا عايش معايا في الدار وانا كنقلب عليه نبيل لا نبيل نبيل لا هذا الاخوات تفلع عليا نبيل شنو دار سولي شنو دار سولي ولدك شنو دار سر لي شنو وقع نبيل سولي سولي هذا الخير اللي حنا كنعيشوا فيه ملي جانا سولي ملي جانا وقول لماك ملي جاك مبا مني مات ما خلى عندنا حتى ريال نبي نبي وقف سر يا شوفي وخلص وقف نبي قول يا شنو كاين انا ما فاهمه والو قول يا شنو كاين you
لك نبيل.